متابعينا الاوفياء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا من الدار البيضاء. اليوم معنا محمد حمدي اللي هو بناي، وهذا ربما المهنه اللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس. اليوم غنعرفوها عن قرب، ربما بزاف ديال الناس اللي كيحقروا هذا الدومين ولا شيء من هذا القبيل. غنزيدوا اليوم نعرفوا هذا الدومين شنو كيعيش، شنو هما المعاناه ديال البنايه، وبزاف ديال الحقائق مع محمد. وفي نفس الوقت عنده رساله اللي عيوجهها للمسؤولين على مجال البناء والمسؤولين بشكل عام على القطاع. محمد السلام. الله يبارك فيك اخويا، السلام عليكم. كي دايرين الاخوان؟ كلشي مزيان خويا. غادي نهضروا في هذا المجال ديال البناء اللي كنهضر عليه من 2010. يعني هذا القطاع المهمش، فاش كنقولوا مهمش راه مهمش، يعني كاينين فيه مشاكل كبرى، كيكونوا فيه حوادث. وهذا القطاع ما كاينش اللي كيهضر عليه في المغرب. أول واحد في المغرب اللي كيهضر في هذا المجال هو انا. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، نعم. انت عرفنا عليك بناي، المهنه اللي كتمارس شحال من سنه وانت في هذا الدومين؟ انا خويا المهنه 16 عام، يعني بديت من 2008. من 2008 كنخدم معلم، يعني كنا بدينا في الشركات فاش جينا في البلاد. يعني حنا من ورزات جينا في البلاد وقلنا زعما غادي نمشيو للبلايص اللي فيهم القانون. خدمنا في الشركات، تما فقدت واحد الصديق ديالي، من تما بديت كنهضر على الحقوق ديال البنايه اللي ما عمر وصلت فيه شي رساله، واخا اتجهت للاعلام شحال وانا كنهضر، يعني شحال من فيديو درتو على هذا الشيء. حيت الصديق ديالي من اللي فقدته في اكادير، والديه ما صور والو، يعني الصديق ديالي مات، يلاه 4 المليون. كيفاش مات؟ روح، يعني خدامين انا وياه في واحد الموبل في شركه كبيره ديال البرتغاليين في اكادير، وخدمنا في الفراز، يعني كتعرفوا الفراز المرطوب، وقدر الله ما شاء وفعل، طاح مسكين مات. يعني الا بغيت نعاود لك الطريقه، راه جينا نهار الجمعه وبدينا الخدمه انا وياه، شدينا الخدمه بالثمن، يعني كانوا عندنا طموحات وبغينا نديروا مستقبلنا في هذيك الخدمه. يعني بدينا نهار الجمعه، دارت الجمعه وبدينا خدامين بحال هكا كنهضروا اش غنديروا الا كملنا الخدمه. يعني اخر هضره قالها الصديق ديالي مسكين الله يرحمه ابراهيم، داز واحد الموتور، قلت له واحد الموتور داز ابراهيم، قال لك ما باقيش تقول لي الموتور، قال لك راه غنساليو هذه الخدمه ان شاء الله، غادي نمشيو للبلاد، غادي نديروا مستقبلنا. هذا الشيء اللي قال. الشركه عطتنا واحد البطونيه، كاينه هذيك البطونيه لتحت، يعني هذيك البطونيه قال لنا واحد الشاف خاصكم تهبطوا تحيدوها باش يدوز واحد الكاميون، البطونيه باش كنخلطوا. قلت للصديق ديالي غتبقى الفوق، هبطت انا حولت هذيك البطونيه، داز الكاميون قدينا البلاصه، كنحس بشي حاجه تحركات في السماء، كنهز راسي لفوق، يعني كنشوف الصديق ديالي جاي من السانكيميطاج طايح، وصلت تروازيميطاج ضربات واحد الجعبه مسكين في الراس، كتبعدوا عليا كيوصل للارض كيتبومبا واحد 50 سنتيم كيتهز حدايا. هذه راه سن ديال المراهقه، وهذه هي اكبر صدمه. من هنايا تحولت عندي واحد القوه الشخصيه، يعني ما ماتش مسكين في البلاصه، حنا سته، بغيت غير اللي يشدوا معايا فاش طاح كلشي هرب، يعني الناس كلشي هربوا، بغيت غير اللي يشدوا معايا، ما كاينش عيط لواحد الشيبان يشدوا. علاش هربوا؟ باش تشوف السيد طاح من السانكيميطاج وتبومبا والدم وكذا كيخرج لي من عينه ومن ودنيه، يعني انا باقي صغير، الصديق ديالي مسكين اللي كنا غادي نديروا مستقبلنا، الصدمه، كلشي هرب، راه شديته بحال هكا، شدوا لي واحد الشيبان يعيط على الدراري حيت حنا سته. بديت كنقول هذوك هبطوا، حيت حنا سته شادين الخدمه، ما بغاوش يهبطوا، ما بغيتش نبين لهم بان السيد راه طاح. واحد شويه قلت لهم هبطوا، راه حتى ديك الساعه كان واحد اخر غيطيح، يعني كان مشكل اخر غادي يوقع. جا نصراني شافوا، دينا لابيلانس، دينا لواحد المصحه في اكادير، الباترون خسر عليه واحد 3 المليون باش يعتقوه، ما استطعناش نعتقوه. الطبيب قال لك خاصكم تجيبوا لي، عيطوا لوالدي يقولوا لي راه طاح، قلنا لي راه ما يمكنش، يلاه جينا في البلاد دابا 7 ايام، إذا كان السيد غيكون لاباس حنا غنوضوا نخدموا عليه حتى يكون لاباس ونديوه للبلاد. قال لك ماشي مشكل، قال لك خليوا لي النمره ديالكم وسيروا. وصلت شي 12 ديال الليل، خلينا لي النمره، مشينا في حالنا، مع 12 ديال الليل كيتصل الطبيب كيقول لك عيطوا لوالدي راه السيد يحتضر، يعني السيد كيموت، عيط لهذوك الدراري حيت هذوك الدراري كاينين في واحد البلاصه وحنا كاينين في واحد البلاصه. جاو عندي مع 6 الصباح، قال لك راه عيط لينا الطبيب مع 12 ديال البارحه، قال لي راه السيد يحتضر ولكن راه ما عرفتوش اش واقع. فقت مع الصباح، جديت في تاكسي، مشيت للمصحه، يعني لقيت هذاك الباترون ديالنا، قلت ليه كيفاش؟ قال لك اجركم الله، راه السيد مات. مشيت انا والباترون والطبيب، هبطنا، واخا دابا اللي غنقدروا نفهموا، هبطنا جبدوا مسكين في الفريكو بستو، يعني هذا هو كذا، ودينا للبلاد كفناه، ودينا للبلاد 150 الف ريال باش داتو لابيلانس لقلعه تمكونه، دفناه في البلاد ورجعت.
بدينا كنقاوموا على الحقوق ديالهم ما شدهمش. يعني السيد يلاه شد 4 المليون روح مشات ما كاين والو. لا نقدروا نفهموا منك ان الضومي في غير استغلال وما فاتش حاجه. كاين الاستغلال بزاف باش نكونوا واقعيين. الا جينا نشوفوا الجوده ديال البنايه في المغرب راه ما كيخدموش في الشركات، حيت الشركات ما كيديروش لنا الثمن. يعني كيضطر هذاك الفنان ديال البني والعامل ديال البني اللي مهماش مسكين يخرج من الشركه وكيمشي يخدم عند المقاولين، وهاد المقاولين هادو راه كيستافدوا منهم وكيستغلوا منهم يعني من بالحقوق ديالهم كيديروا مشاريع كبرى. يعني راه الحقوق مهضومه، راه فاش كتخدم مع المقاول اللي كيجي كيضر 4 سنين كيولي داير فيلا فاخره وطوموبيله 200 مليون وكتلقى البني مسكين عنده 60 سنه وباقي كيضر في تماره. فين هما الحقوق ديال هاد الناس هادو؟ راه حنا كبنايه راه كلشي الحقوق مهضومه. الاغلبيه في المغاربه راه هادشي راه معروف. شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا راه باينه. الحقوق راه خاصنا راه واحد المره بغينا نهضروا على الحقوق. اشنا هما الحقوق؟ بغينا حتى حنا الصحه، التغطيه الصحيه، بغينا لاسينيسيس، بغينا الدوله. طبعا كاملين ما كتكلموش. ما كاينش هادشي. انا دابا باقي صغير يعني غادي نعتق راسي. انا صافي راه صورت بزاف ديال الاعلام وغادي نعتزل هاد الحرفه. انا باقي صغير. انا كاينين الناس اللي عندهم 60 سنه ومازال خدامين وما عندهم لا حقوق لا والو. حيت فاش كتكون خدام عند مقاول راه كتسناك الزوجه ديالك، كتسناك الابناء ديالك، كيتسنى يعني نهار كتحبس كلشي كيحبس. الا مرضتي في الخدمه كتمشي تخسر الفلوس على راسك. الا القضيه اللي قلتي لي ديال لاكارت، لاكارت ناسيونال دابا بكثرت ما كنخدموا في نوار. يعني حتى انا راه ضحيه يعني من 2017 ميته ليا لاكارت. علاش؟ حيت ما بقاش شي واحد في هذا الشيء ديال الضومي ديال البني. ما عمر شي واحد طلب ليا لاكارت. كثرت ما كنخدموا في نوار قل الوراق ديالي ما بقيتش صوبتهم. يعني اي واحد كنمشي كنقول ليه بنان فنان بني كيخدمني ما كيقولش ليا لاكارت. راه من 2017 ميته ليا لاكارت وما غاديش نصوبها الا ما تبدلاتش الحياه ديالي. حيت انا راه دفعت الثمن. حيت انا هو اللي التجأت للاعلام في هذه البنايه كاملين. ومن 2010 كنهضر يعني حتى المقاولين دابا ما بقوش كيخدموني حيت انا كنهضر على الحقوق ديال البنايه. راه بطنا القانون في اكادير 2010 حبست الشركه فيها 15 يوم. هضرت على 3000 واحد وبطنا القانون جراو عليا. عاوني نفس التجربه في مراكش فشلات. بغينا نهبطوا القانون. درنا مظاهرات سلميه يعني خرجوا الناس وبداو دخلوا شي واحدين استغلوا هذيك التركيبه البشريه وداروا لينا الشغب. المهم حتى ما بقاوش هذوك الناس كيهضروا على البني. يعني ما عرفناهم فين دخلوا ولو كيهرسوا في الاليات وداروا لنا الشغب. ما هبطناش القانون. يعني داروا الشغب. تدخلت القوه المسلحه الملكيه تفكات هذيك الدنيا. جيت لكازا بديت كنخدم في نوار. راه ما كاين والو في هذا الشيء ديال البني. رساله اخيره باش ما نطولوش على الناس. باش ما نطولوش يعني غادي نوجه بعدا واحد الرساله للشباب اللي كيقري ديها في قريته. اللي بغى يخدم اللي فشل في القرايه ولا شي حاجه يدير مستقبله يمشي للتجاره، يمشي يقرا، يدير تكوين، يدير شي ديبلوم. هادشي ديال النوار كيكون فيه الاستغلال. هذا هو اللي بغيت نوجهه للشباب. حتى الا فشلتي في القرايه ديالك خاصك تمشي تشوف شي تكوين ولا شوف شي تجاره. هادشي ديال البني فاش كنقولوا عاوتاني البني باش ما نمشيوش غلط، راه فيهم القباصه، فيهم السباغه، فيهم صحاب لا موزيك، جميع الحريفيه. يعني البنايه الا حبس في المغرب راه ما كاين والو. راه المصانع ديال البني راه الا ما خدمناش حنا البنايه راه كلشي غادي يحبس. يعني حنا كنحركوا واحد الاقتصاد، كنحركوا واحد الاقتصاد كبير في المغرب وما ما عندناش الحقوق. هذا هو المشكل الاكبر. يعني الدوله رساله للمسؤولين خاصو يلتفتوا لهذا القطاع هذا ويخرجوا يشوفوا الناس اللي خدامين في نوار. راه حنا في القطاع الغير المهلكه راه مظلومين بزاف. كورونا راه ما قرقبناهاش والله ما، وديما مسالمين الحمد لله وما كنسعاو حتى شي واحد. حنا بغينا غير الحقوق ديالنا وما كاينينش. كيف ما كنقول راه من 2000 ملي بدات كورونا ما قرقبتهاش عادي جدا وما عمرني سعيد والحمد لله. انا باقي صغير ومازال هذه الحرفه هذه راه غادي نعتزلها. هذا جهدي عليكم البنايه راه من 2010 وانا كنهضر عليكم ما استطعناش نوصلوا الرساله في هذا القطاع المهمش. حيت مهمش من المسؤولين، مهمش من كل شيء. فاش كنهضروا في الواقع راه مهمش من كل شيء. راه حتى الا جيتي تكون معقول في هذا الشيء ديال البناء في المقاول، الا كنتي معقول وكتطبق هذاك الشيء اللي كاين في البلان وكتزيد في السيما ولا تطبق هذاك الشيء غادي يجري عليك المقاول. يعني خاصك دير داك الشيء اللي كيقول لك المقاول. قال لك نقص من السيما خاصك تنقص، قال لك نقص من الحديد خاصك تنقص باش تحتفظ على هذيك الخدمه. ما بغيتيش تطبق هذاك الشيء اللي قال لك غادي يجري عليك. تبارك الله عليك. هذا هو اللي كاين الاخر. وغادي نختموها بواحد القصيده شعريه جميله جدا. ان عديت فلا تكن ظلوما واترك للصداقة مقاما، وإن صدقت فلا تكن جهولا، واترك للعداوة مكانا، وكن كما شاء ربك ثابت الخطوة لا يهزه زيف الكلام، ولا تدعين بعضا ما ليس لك، فكم من مدع مختبئ في عمامة، واحرص على لسانك فإنه يرميك حدوفا، وفي لسان غيرك حسامة،
والزم حدك فإن خير الدفاع عياد بالله من شر خلقه والأنام ولا تردن على جاهل بجهل وإن خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كنت من الرسالة دي اللي توصل البناية هو إنسان خاصكم تحسوا به وتراجعوا الأفكار ديالكم في البناية. البناية وصل في أوروبا 1000 درهم، أنا كون مشيت خدمت أنا في أوروبا هاد الشهر 16 عام هذا، كون جيت دخلت المغرب كون درت مشاريع أنا ضيعت وقتي والحمد لله الأوراق ديالي ما صوب إلا تعطات لي فرصة غادي نخرج للمغرب هذا، والمغرب كان حبوه وحنا وطنيين تحت قيادة صاحب الجلالة والصحراء المغربية هذا هو اللي بغينا نقوله. متابعينا الأوفياء كيف ما سمعتوا معنا هذه قصة البناية أو الفنانة البناية، ما عندهمش مطالب كبيرة، كنتمنوا من المقاولين الناس المسؤولين على البروجيات أنهم يتقوا الله في هاد الناس هادو، وأيضا رسالة للمسؤولين كنتمنوا أن هاد المهن تتقنن حتى هي وأنهم يتسعوا تاهما بجميع الحقوق ديالهم. متابعينا الأوفياء شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا الحوار، من هنا إلى لقاء آخر، إلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.